يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد. واول مره انزل على القناه، نزلت على صفحتي الشخصيه المره اللي فاتت مشترياتي في الزبده بتاعت بيور الشرقيه. عاوزه اقول لكم زبده خطيره، عملت بيها كل نواعم العيد ومفيش حد اكل منها واختلف على طعمها ابدا ابدا ابدا. وبناء عليه انا جايبها لكم علشان دي اللي فعلا هتشرفكم في العزومات. لو حابين بتدوروا على جوده عاليه وسعر رخيص، انا جايبه لكم النهارده زبده شرقيه وهقول لكم على العروض بتاعتها، او هسيبها لكم بسكرين في اخر الفيديو لان انا مش هعرف اكتب العروض، او هسيب لكم ارقام التواصل ممكن تاخدوها من على الغلاف بتاع الزبده. هقرب لكم التصوير، ثبتي الموبايل او ثبتي الحلقه واعملي شوت سكرين واتصلي بيهم. عاوزه اقول لكم عليهم ضغوطات جامده جدا، بتاخروا في الاوردر، فلو انت مثلا محتاجه الاوردر كمان اسبوعين فاعملي اوردرك من دلوقتي علشان يلحق الاوردر يجيلك. طبعا دي مش دعايه وكلكم عارفين ان انا ما بعملش دعايه، ولكن لما بجيب حاجه من مكان موثوق منه بطلع واتكلم عنها، لما بجيب حاجه سعرها كويس وجودتها حلوه بطلع بتكلم عنها. انا شخصيا الفتره دي بفكر ان انا اشتغل شغل المعجنات، كحك بسكوت بيتي فور صابلي غريبه دونتس سينابون، الحاجات اللي انا متمكنه شويه على قد منها، لان ناس كتير قوي اقترحت عليا وكل اللي ياكل الحاجه يقول لي الحاجه السنه دي كانت رهيبه واحلى سنه فعلا حرفيا. انا بجيب سمنه من البلد فعلا فعلا، الشرقيه بيور غطت عليها جدا. عاوزه اقول لكم بجد بجد مش كلام، هي ما تفرقش حاجه عن الزبده النيوزيلندي. فعشان كده انا جبت قبل كده حوالي 25 كيلو ليا انا وصاحبتي، والمره دي برضك جايبه ليا انا وصاحبتي. وعاوزه اقول لكم كان عندي 5 كيلو واخدهم من ماما، طلعتهم وكنت هسيحهم ولقيت اصلا الاوردر جاي. الاوردر ده بقاله شهر ونص من كتر الضغوط اللي عليهم حرفيا، فعلا فعلا الاوردر اتاخر جدا جدا جدا. شايفين؟ بحاول اوريكم شكل الكيس لان في منه مضروب، ده شكل الغلاف بتاعهم عليه 4 ارقام ليهم. ده شكل الزبده الجاموسي اللي هي البيضه ديت اهيت اللي قرطها لكم دي، ايوه. ودي الارقام، اعملوا ستوب كده وخدوا شوت سكرين واكتبوها وادخلوا كلموهم على الواتساب. ليهم صفحه على الفيسبوك اسمها الشرقيه بيور، عددها كبير، اكبر صفحه هي اللي تخشي تتكلمي معاهم وتواصلي معاهم وتتاكدي وانت بتستلمي من مندوب ان الغلاف بتاعه هو ده. انا اوريكم ان في غلافين، في منه في النص في شرقيه بيور وفي في النص ساده. تعالوا بقى نسيحها ونشوف جمالها، ويبصوا ذهب حرفيا. انا شفت شيفات كتير ويوتيوبرات كتير بتعمل اعلانات عن سمنه الشرقيه بيور، ولكن هي سمنه خرافيه. وشفت بردك يوتيوبر بتعمل، بص انا هنا فتحتها لكم وريتها لكم من جوه مرمله وخطيره ازاي، ومش فاضيه من جوه مكبوسه. وبصوا يعني مش بصوا هي بتتكلم عن نفسها، انت لما تجيبيها وانت بالسياحية هتحسي ان في ريحه. والله العظيم انا بنتي وانا قامت من النوم بتقول لي ايه الريحه الحلوه دي، بتعملي ايه حلويات؟ عاوزه اقول لكم بقى الزبده الصفراء دي في الحلويات يا جمالها. عاوزه اقول لكم الزبده الجاموسي دي في شويه بيض بسمنه ولا شويه فول بسمنه خطيرة. بصوا جربوها، وانتوا عارفين ان انا ما بقولكوش حاجة وحشة ابدا ابدا ابدا. كل الناس اللي شافت معايا نواعم العيد شايفة ان الشكل بيتكلم، وطبعا الناس اللي جات لي واغلب الناس من بيتفرجوا عليا من العيلة، فهم اللي هيأكدوا يعني هم اكيد يعني عارفين ان انا بتكلم صح، لان هم جربوا الحاجة ما شاء الله بألف هنا وشفا على قلوبهم. فانا مش هجيب حاجه وانا مش ضمنها ابدا ابدا. شفت يوتيوبر عملت اعلان عن سمنه ذهب، وفي الكومنتات الناس قالت لها السمنه وحشه، فمن طريقه كلامها عرفت ان هي عارفه ان السمنه وحشه، عشان كده ما عرفتش ترد. مجرد ما قالت انا قلت لكم على نوع سمنه وانتوا عاجباكم خدوها، مش عاجباكم ما تجيبوهاش، او السمنه ديت بضمان والشركه ممكن تتصل بيها ترجع تاخدها تاني، فكده اعرفي ان المنتج بتاعك مش كويس. عايزه اقول لكم الشرقيه بيقول برضك بتدي ضمان يومين على السمنه بتاعتك، لو مش عاجباكي بترجعي. ودي معلومة انا سمعاها منهم ولكن انا ما جربتهاش. تمام، هنا بوريكي مراحل التسوية، او محطتها بس على النار، حطيت عليها نص كوباية من المية علشان لما تتبخر يتبخر معاكي المية مش تتبخر معاكي السمنة. دي معلومة عرفتها من واحدة حبيبتي من الصعيد قريبتنا، فهي اللي قالت لبابايا المعلومة ديت وهو نقلها لي، وابتديت ان انا انفذها من ساعتها، فعلا ما قصرتش المية معايا في اي حاجة. وبحب احط معلقة صغيرة من بتاعت الشاي، لكن انا حطيت معلقتين بتاعت التوابل دي من نفس المعيار، معلقة الشاي من الملح علشان بس تظبط معايا الطعم والمرتة. ما كنتش ابدا 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 بحب المرتة ابدا، كان كل اللي يجيب قدامي حبه مرتة اقرف منها جدا، ولو دقتها ابقى حاسه معدتي معت عليا. ولكن مع الشرقيه بيور بعشق المرتة بتاعتها، وخاصه المرتة الزبده الصفراء اللي انا بسيحها دلوقتي دي، احسن بالنسبه لي في الطعم جدا من الجاموسي.
بصوا هنا بقى ابتديت ان انا واقفه، بصوا نار هاديه وواقفه تقليب مستمر. لو انت بنوته اول مره سايح السمنه، عايزه اقول لكم انا خلاص اتعودت من ساعه ما جبت الشرقيه بيور. اول مره ماما فضلت معايا وصور لها وبعت لها عند بابا على الواتساب فيديو، تقول لي لا لسه شويه، لسه لما الدايره اللي انا بوريها لكم دي توسع 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 لغايه ما تلاقي ان الدايره بتاعتك ديت ابتدت تختفي نهائي. بصوا هنا ابتدت توسع تاني، تقليب مستمر عشان المرته ما تلزقش معاكي من تحت. طبعا لان انا عامله في حله جرانيت فكانت غامقه، فما كنتش شايفه السوا كويس جدا، فالمرته اتلسعت مني سنه بسيطه جدا، هنشوفها في الاخر مش ملسوعه قوي. احلى حاجه في تسيح السمنه هي الحله الالومنيوم، بصي لا يعلى عليها، تسيح وشايفه كل حاجه بعينيكي وكاشفه كده القعر بتاع الحله بتاعتك، فتعرفي ان انت ايه تقلبي فيها براحتك، شايفه المرته استوت ما استوتش. اول ما تاخد اللون الذهبي والوش اللي فوق دوت يبتدي ان هو يمشي خالص الريمه دي، ابتدي ان انت عرفي ان المرته بتاعتك خلصت. تعالوا بقى دي اخر مرحله، اللقطه اللي جايه دي كانت السمنه الذهب بتاعي مش السمنه استوت، شايفين تقليبه بس 5 دقايق بالظبط. واول لو انت حاطه في حله جرانيت اول ما تستوي معاكي انقليها، لان الجرانيت بيفضل محتفظ فتره بالحراره بتاعته فبيفضل يغلي معاكي المرته ولساعه اكتر. بس كده شايفين المرته كلها رقدت تحت كده واستوت، وادي السمنه بتاعتي. سيبيها تبرد تماما وتجيبي برطمان ما يكونش فيه ولا نقطه ميه، خلي بالك الميه بتعمل عفونه، لما تيجي تطلعي السمنه تطلعي بمعلقه نظيفه عشان ما تعملش عفونه. بحب قوي قوي وتعلمت من امي من زمان جدا ان لما اجيب سمنه وكميته هخزنها من السنه للسنه احط فيها فلفل اسود حصى صحيح. يعني شايفين شكلها عامل ازاي؟ انت اللي هتكتبي لي في كومنتات ايه رايك في الذهب اللي احنا عملناه النهارده ده. مش قادره اقول لك الريحه، انا اللي بقولها وبما يرضي الله انت هتجيبي وتجربي. على فكره مش شرط ابدا ابدا، هو عامل عروض على ال 10 كيلو وال 5 كيلو وال 2 كيلو على بعضيهم، مش شرط خالص ان انت تجيبي كميه كبيره، هاتي جربي في 2 كيلو واحده مثلا بقري وواحده جاموسي وجربي وارجعي بعد كده اطلبي اوردر كبير. بصوا بقى تحفه، وانت بتحطي المرته كده وسيبي حبه سمنه فيهم علشان تبقى جوسي كده وجميله وتاكليها بالف هنا وشفاء. قرن فلفل بقى مع المرته الخطيره دي وهتعجبك جدا جدا جدا. حاولت على قد ما اقدر اوريكم السمنه بمراحل التسويه عشان تشوفوا وتبقى كل حاجه قدام عينيكم. الترميله دي بقى هنشوفها مع بعض ان شاء الله ان شاء الله بكره، واحنا بنعمل من السمنه القمر دي صينيه جلاش حلو. استنوني بقى بكره عشان نعمل جلاش خطير ينفع معانا في حلقات او في عزومات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، لغاية هنا اكون خلصت حلقتي، يا رب اكون ضيفة خفيفة لكم، كنتوا استمتعتوا معايا في الفيديو النهاردة. لو وصلتي معايا لغاية ما حطيتش لايك للفيديو، انت عارفة ان اللايك بتاعك بيعلي مستوى الفيديو بتاعي، ولو لسه مش منورانا مشترك في القناة اشترك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ومفيد.